مرة سلي يسأل سؤال: كيف يمكن أعرف أني صالح أم لا؟ قضية جدا بسيطة. أعرضوا أنفسكم على القرآن، شوفوا بداية القرآن سورة الحمد، بعد سورة الحمد سورة البقرة. في بداية سورة البقرة ربنا يستعرض 4 نماذج من الناس، 4 أنواع من الناس، ويذكر صفاتهم. يذكر صفات المؤمنين المتقين: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أنت مؤمن بالغيب؟ أو أنك ترى الدنيا هذه التي تعيشها، هنالك غيب حاكم في هذه الأرض، والقرآن الكريم 3/4 القرآن غيب، يتحدث لك عن الموت، عن القبر، عن القيامة، عن الحساب، عن الكتاب، عن الجنة، كل هذا غيب. هل أنت من المؤمنين بالغيب حقا؟ من المصدقين؟ شوفوا كلمة مؤمن تختلف عن كلمة المصدق. المؤمن يرى الشيء ويعمل، يعني أنت أحيانا تعرف أن في هذا الطريق حفرة قد تسقط فيها، لكن لا تعتني، تمشي إلى أن تسقط في الغرفة، أو أنه العمل مع الكهرباء خطير فلا تعتني إلى أن تصاب بشوك الكهرباء. أحيانا لا تعمل، هذا هو الإيمان. هل أنت من المؤمنين بالغيب بمعنى أنك تعتقد؟ إحنا كلمة عقيدة في القرآن ما عندنا، عندنا إيمان، لأن العقيدة قد لا تحمل صاحبها العمل بها. نعم هنالك رب موجود في مكان ما في هذا العالم أو في كل مكان، لكن ما تعمل بما يأمرك به الله عز وجل. فإذا أنت تعرف أنك صالح أو لا، أعرض نفسك على القرآن. هل أنت من المتقين؟ ثم يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل أنت من الذين تقبل النصيحة الموعظة تعمل بها، أو أنت ما تعتني بشيء؟ هذا كافرين. عندك المنافقين ذو وجهين، وعندك الفاسقين. 4 نماذج ربنا يذكرهم في كتابه الكريم في بداية سورة البقرة. اعرض نفسك على القرآن، انظر أنت تشبه من، حالتك شلون، أنت هل تؤمن أساسا أو لا تؤمن؟ يعني تؤمن بالمعنى الذي قلت، تؤمن وتعمل بإيمانك، وإلا أنت مجرد معتقد ولست مؤمنا. وأنت مؤمن لا تشرك بالله، لا بمعنى لا تشرك بالله في الجانب الإيماني، تعرف أن الله هو واحد أحد، لكن في مجال العمل تشرك بالله. هذا يعني اعرض نفسك على القرآن حتى تعرف هل أنت من الصالحين أم لا.